السلام عليكم. نستكمل إن شاء الله البيز ثيوري، نظرية أخرى غير موضوع الهارتمنبرج إكويجن. بيز ثيوري هي عبارة عن عملية حسابية، أو بالمعنى الأصح عبارة عن موديل، ماثماتيكال موديل، كالكوليتنج ريكرنس ريسك. يعني وكأنه بنقول من خلال الديجري المدعي عندنا إيش طبيعة البروبابيليتي لأي عنصر في هذه البيدجري إنه يحمل مثلا ديزيز، هذا المتعارف عليه من خلال ماتماتيكال كالكوليشن. طبعا أنت في الحالة هذه بدك تكون تستمد اطلاع على البيدجري، الفينوتيبك بتاعت البيدجري، تطلع على الجينيتيك بتاعت البيدجري، تطلع على التست ريزلت. يعني في عندنا كالكوليشن موجود to determine the probability that an individual is at risk. إن شاء الله يكون نأكل من مثال يوضح الموضوع. إذا البيز ثيوريم is used to calculate probability، يعني احتمالية، بدنا ننظر للبيدجري، الفينوتوبيك انفورميشن بتاعت البيدجري، كالكوليشن بتاعت البيدجري، ننظر لها ونقدر نقيم probability لأي حالة في البيدجري. مثلا نقدر نقول قديش احتمال تكون الحالة at risk. عشان تعمل هذا الأمر لابد يكون عندك في البيز ثيوريم عدة فرضيات، تمام، بشكل أو بآخر. إذا بيكون عندنا بالشكل هذا زي تيبل، والتيبل بيكون في عندنا، أنت الآن تحكي على probability. البروبابيليتي هذه بتكون في عندنا بداية تفكير إنه هذا الشخص بشكل أو بآخر هل ممكن يكون كارير أو نون كارير. على سبيل المثال يكون هذا حامل للمرض، مش حامل للمرض. وهذا الكلام طبعا هي عبارة عن probability half to half. يعني بقدر أقول والله 50 ممكن يكون، و 50 برضو آخر ممكن يكون بشكل أو بآخر. إذا البريوريتي عندي أنا هنا بريور، بدي أجيب عندي أنا genetic information from other subshape زي الأنسيستور collateral relatives. يعني وكأنه بدنا نحط فرضية بمعنى أو بآخر، تمام، بمعنى أو بآخر. وهذه الفرضية يعني خلينا نقول هي فرضية نصفية، إنه أقدر أقول هذا الإنسان يكون عندنا كارير أو ما يكونش كارير، أو أي إنسان آخر بدي يستمد منه مثلا معلومة في داخل البيدجري. بعمل فرضية بريور قبل ما أنا أشوف أي حاجة، اللي هي تقريبا بتكون عندي هاف to have، have to be career و have to be ايش non-career. النقطة الثانية عبارة عن conditional information about the individual and his or her descent. يعني انا الان مثلا بدي اطلع على ام واشوف الام هذه career او مش career على سبيل المثال. وطبعا في البيدجري انا عندي اطفال لها مثلا، فبيكون عندي conditional والله انظر للام هذه، فبدي اروح يكون انظر لحاجه من الامتداد لها مثلا، اطلع على ابنائها، تمام، انه هذول الابناء طبعا بده يكون في عندنا موجودين، طبعا نشوف عددهم بشكل او باخر، ويكون عندنا information موجوده. هذه الانفورميشن حتعطيني دلاله اوكي كيف ممكن يكون عندنا هذا الوضع. حنشوف المثال حيتضح بشكل اكثر من هذا الامر. اذا عندنا الكونديشنال اللي عباره عن probability that the events، خلينا نسميه events، تمام، هذه الايفنتس ممكن تعطيني ايديا ومن خلالها تعطيني قيمه، والقيمه هذه حنستفيد منها في عمليه الحساب التالي. هذا الكلام بنحكيه على فرض انه هو يكون كارير او طبعا نون كارير، اللي هو من الشخص اللي احنا بنبحث عنه طبعا من خلال الناس اللي معه. الجوينت هو عبارة عن عملية حسابية، البريور في الكونديشن، البريور في ايش في الكونديشن. البوزيتيريال هي عبارة، البوزيتيريال عبارة عن عملية حسابية
تمام. قديش اللي هو يعني البروبابيليتي is weight against each other، بمعنى هنشوف العلاقة طبيعة العلاقة كعلاقة حسابية، عبارة عن علاقة زي standardized to ensure the probability sum to one. probability ايش؟ sum to one. هنحاول نشوفها من خلال العملية الحسابية. هذا الأمر بيجي بيتطلب نطلع على التيبل اللي بعده. فأنا بدي أجي أقول مثلا في عندي أنا بيست ثيوريم probability بريور، بقدر أقول هذا إيه، أعطيته قيمة طبعا هي الآن إيه هنا أو الإيفنت إيه، أو عندها يكون بي conditional عبارة عن سي قيمة، هنا دي قيمة جهد اللي هي محصلة أي سي، الجوينت هنا بي ودي هي محصلة قيمة حسابية، حاصل ضرب A مع C وهنا حاصل ضرب B مع D. البوزيتيريور اللي هي عبارة عن هي عبارة عن قيمة للجوينتس زي ما انتم شايفين تمام، مقارنة مع القيم الأخرى اللي هي مثلا الـ A C هنا حاصل الضرب على الـ A C بلس الـ B D. أوكي، وهنا في هذه الحالة لما يكون عندي زي ما قلنا كارير ونون كارير، الـ B D B D على الـ A C بلس B D أوكي كقيم تمام. ومن خلال بنطلع إحنا قيمة طبعا العملية عملية حسابية، والقيمة هذه هي عبارة عن دلالة في موضوع الـ probability. أوكي، عبارة عن إيش؟ عبارة عن دلالة. هنا بنلاحظ في أمثلة إحنا على هذا الموضوع، خلينا نطلع على آخر مثال من الأمثلة ونرجع ارجع. المثال بيقول لي أنا في عندي هنا إكس لينك ريسيسيف ديس أوردر، بنحكي عنه اللي هو عبارة عن الهيموفيليا. الآن لما نيجي نطلع على هذا البيديجري، في عندنا أم حامل للهيموفيليا طبعا عندي على الإكس كروموسوم تمام مع فادر، واعطوني الابناء. الان في عندي سؤال ايش بحكي لي، what is the probability that she is a carrier، ها ايش احتماليه انه الست هذه تكون كارير تمام، after having three unaffected boys. اذا هذه هي الوضعيه اللي حطنا فيها، بيعطيني عمليه دراسه حاله بديجري، بقول لي هذه الست عندها ثلاث أطفال unaffected، يعني وكأنه هذا conditions واضح تمام، وإيش هي البروبابيليتي احتمال تكون هي حامل. خلينا نيجي نطلع هنا من هذا البيديجري، بيجي بيحكي لي بيقول لي أنا بدي أحط probability على أساس إنه هذه الست تكون كارير. والله أنا مش عارف وضعها كارير مش كارير، المهم هي الست، فبقول لي احتمال نص 50% تكون كارير و 50% ما تكونش كارير. طيب الان على فرضيه انه كونديشنال، ايش بتروح بتجيب الكونديشنال لناس مرتبطين فيها، مرتبطين فيها وقال لي ابنائهم، اذا في عندنا 3 unaffected son تمام. ال 3 unaffected son طبعا هم بضل عندنا احتماليه اكيد 50% ما دام من الام انه هي تكون عباره يكونوا حاملين، هي بنحطها كفرضيه 3 unaffected هم unaffected، لكن ما دام احنا بنحط احتماليه انه 50% يكونوا هم كارير تمام، طبعا لانه في الاصل 50% يكونوا كارير و 50% ما يكونوش كارير، فطبعا احنا هنا بنقول هنا نص تمام، وهم طبعا 3 نص تو ذا باور 3 بيعطيني 1 على 8 كقيمه حسابيه. الآن إذا الثلاثة كونديشن unaffected أكيد موضوع نون كارير، إنها تكون الست حامل مش حامل تمام. أوكي، الآن لما تكون الست حامل على اعتبار كارير
كل واحد من الثلاثة احتمال يجي نص probability، نص probability، على الرغم انهم صحيح unaffected. يعني هنا ذكرنا انه الثلاثة unaffected، لكن على احتمالية الام حامل، تمام، وعند هدول الاطفال برضو بقول على الرغم انهم صحيح كذا، لكن في هناك احتمالية يكون نص 50% ايش يكونوا هم حاملين. على فرضية انه هي مش كارير، تمام، اكيد ما دام مش كارير وهدول الوضع كويس زي ما شايفين، طبعا اكيد 100%، يعني واحد يكون الثلاثة كونديشن ان افكتد يكونوا ايش تكون 100%. اذا واحد تدبر ثلاثة هو عبارة عن واحد. طيب الان بقول لي جوينتس عبارة عن عملية حسابية، بروح بضرب لي البريور، تمام، في الكونديشنال، اوكي، بيطلع عندي 1/16. هنا نفس القضية، البريور في الكونديشنال بيطلع عندي نص. الآن هنا بقول لي الكالكوليشن أو الأوتبوت البوزيتيريور بروبابيليتي، بقول لي عندي أنا 11%، يعني 11 هذا الست، ها هذا الست عندها 11% بروبابيليتي تو بي أز أكارير، 11% جاست استيميشن، جاست استيميشن، تمام، وعندها نفس الشيء 98% تو بي از ان كارير، بس هو بدنا احنا از كارير. كيف اجت ال 11%؟ ال 11% هي من خلال عمليه حسابيه زي ما شفنا في التيبل في السابق، اللي هو عباره عن 1 على 16. ايش ال 1 على 16؟ اللي هي الجوينتس، تمام، بتاعت حاله كارير، على 1 على 16 بلس 1 على 2 نص، وتساوي 1 على 9، وال 1 على 9 تقديرا 11%. واضح؟ الآن هذا كيف اجت 89؟ نفس القضية، 89 بتقول عندك نص على 1/16 زائد نص، وتطلع عندي تقريبا 89%. هذا مثال من الأمثلة. نرجع للمثال الآخر، يتحدث فيه على اللي هو كمان اكس لينكد ريسيسيف ديزيز. اوكي، هذا المثال شوية بده تركيز اكثر شوي. الان ايش بيحكي لي؟ معطيني البيديجري. هنا في المثال هذا معطيني البيديجري. في البيديجري بيحكي لي انه الست عندنا في الاصل، هنا في الاصل الجينيريشن الاولاني في عنا المذر كارير، واعطوني ابناء زي ما انتم شايفين، وصار عندنا هذا البيديجري. انه انا السؤال في هذا البيديجري، طبعا الست ما فيش عندها اي حاجه، اوكي، من الباين ما فيش عندي كارير للاكس لينك ديزيز. هذا الديزيز اعتبريه هيموفيليا او اي ديزيز اخر اللي هم عباره عن اكس لينك ديزيز. ايش السؤال بيقول لي؟ بيقول لي ابلكيشن اعتمادا على البيس تيوريم، اوكي، هاو the calculation for this female اللي هي في الثيرد جينيريشن، تمام، اوكي، to be as a carrier not 25% 3%. عملية حسبة، يعني بقول لي باستخدام البيس تيورم في عملية حسابية انت هتستخدمها، كيف ممكن نثبت انه الست هذه الموجودة عندي هنا، هذا الدوتر، تمام، بامكانها تكون 3% الريسك فاكتور بتاعها مش 25%. كيف جاب الشيء هذا؟ بقول لي هنا بحكي لي عن البوبوليشن هذه، طبعا بروح بقول لي هنا في عنا بتطلع على نمبر 2 جينيريشن الثاني 2 اللي هو مين؟ الام بتاعتهم as a carrier، يعني تفترض انها carrier، ونفترض المرأة هذه الست عندنا not carrier، طبعا probability نص نص، بتحط عندك هذا واضح الكلام. الان بدك تشوف الست هذه الان الموجودة عندي الconditional تاعتها، بقول لي هذه الست الموجودة، احنا هنا قلنا previous، هنا في البداية البريفيوس المذر، تمام، أخذنا علقنا على عليها
وحطينا الاحتمالية نص تكون مصابة ونص تكون لا نص تكون حامل ونص تكون سليم. الآن بقول لي هذه الست الحامل هذه الست عفوا عندها الآن 5 أبناء. البنت هذه هو دراسة على البنت هذه. الآن البنت هذه في أنت ظرف كونديشنال، إيش هو؟ عندها 4 إخوة موجودين. طبعا conditional probability إذا كانوا هي على فرضا إنه الأم حامل تمام، فبنحط فرضية إنه هذول احتمالية يكون نص 50%، فهذا الأساس نص قوة 4 فبيعطيني 1/16. هنا conditional probability إن الست هي أصلا مش حامل أمهم، أوه في عندنا conditional تكون كلهم 1 تمام. الجوينت بروبابيليتي ضربنا النص 1/16 1/32 والنص 1 على بيطلع عندي نص. طيب الان عندنا بوزيتيريال بروبابيليتي. البوزيتيريال بروبابيليتي انه بيقول لي انا في عندي هنا 1/32 على 1/32 تمام بلس نص ويساوي عندي 1/17. 1/17 الآن 1/17 هذه القيمة موجودة لمين؟ للست هذه اللي بقول لي الآن في هذه الوضعية اللي احنا بتعمل لي فيها بقول لي عندنا 1/17 تكون as a carrier. وهنا الكونديشن الأخرى 16/17 بتكونش carrier، يعني بتعملها تقسيمة بالنسبة بيطلع لها نسبة معينة طبعا تقريبا عدد كبير. هذا وضع. طيب الآن 1/17 وصلوا لمية، يعني عندي أنا تقريبا عدد كبير، يعني بدك تضرب 17 في 5 أو في 7، 10 في 7 70 7 46 أكثر، يعني مش منطقي نفس الرقم. هو حاطط فرضية إنه عندنا الست هنا في هذا عندنا 25، لكن من خلال الكالكوليشن طلع عندنا نص، عفوا 3%. الآن إيش اللي بصير عندي أنا؟ بالمفهوم السليم انه انا في عندي طبعا الام قلنا عنها 1/17 to be as a carrier اوكي، ولكن اللي بصير عندي هنا اذا بتلاحظ انه لو قلنا الام 1/17 to be as a carrier تمام، اعتبر الآن الأم من خلال الحسبة 1/17 to be as a carrier اللي هي الأم. طيب الآن لو قلت أنا البنت هنا تقريبا نصف 50% من هذا القيمة من احتمال تكون carrier. طيب إذا الست عندها احتمالية 1/17 to be carrier بنضرب كمان في نص، يعني بنضرب في 50% تمام على أساس نشوف احتمالية الست هذه اللي هي بنتها تمام تكون عندنا as a carrier. لو جيت أنت ضربت 1/17 ضرب نص هيطلع عندك 1/34، 1/34 هي قيمة تقريبية لثلاثة بالمية. على هذا الأساس من خلال الحسبة هذه أعطاني إشعار بأنه الست هذه بالفعل من خلال بيس تيوريم، من خلال دراسة الحالة بتاعت الأم وكذلك الإخوة الأربعة تمام، حصل عندي القيمة أن الأم 1/17 تبي كارير، ولكن مدام أنا ممكن أكون 50% ماخذ المرض أو ماخذ الحامل affected الليل منها، فمعناته انا نص ضرب 1/17 بيطلع عندي 1/34
هلم جرى في هذا الموضوع. هذا مثال من الأمثلة الأخرى. الآن في عنا شوية في دخل لموضوع البروبابيليتي على شيء يمكن ما كناش حكيناه في موضوع هاردي وينبرغ، اللي هي موضوع البين ترانس. واحنا بنعرف البين ترانس هي عبارة عن حالة انه يكون عندي دوميننت، وبالفعل هي عبارة عن حالة دوميننت، ولكن احنا بنعرف انه احتمال الناس اللي عندهم حاملين الاوتوسومال دوميننت يكون عندهم، وفي عندنا برضو probability ما يكونش عندهم، تمام؟ سكيب. اذا في عندنا اللي هي بسموها البين ترانس والنون بين ترانس، وقديش اللي هي النسبه بتاعت البين ترانس. ايش بقول لي الان؟ بقول لي عندي حاله موجوده في هذا الاستراكشر، اوكي، عندنا هذا المولود في هنا. What is the probability he has the mutation؟ تمام؟ بقول لي قديش احتمالية إنه هذا يكون عنده mutation، تمام؟ احتمالية يكون عنده mutation. What is the probability that he has the mutation؟ لكن أحط فرضية إنه 90% عنده بين ترانس. واضح؟ What is the probability that he has a mutation assuming that 90% has ايش؟ بين ترانس. خلينا نترك الارقام اللي عندي هنا، اوكي، وننتقل الى التوصيف الموجود عندي تحت اللي هو تابع للسؤال، اللي هو same calculation different form بصيغه اخرى. عندنا ما دام احنا صرنا حاكيين في نفس الصيغ، اترك هناك، خلينا هنا الصوره نفسها موجود عندي طفل موجود، اوكي، مصاب، وطفل اخر اللي هو الباين في الفينوتيبك تكتشر مش مصاب، اوكي. لكن السؤال بيقول لي what is the probability انه هذا الطفل الموجود عندي 90% يكون ايش؟ يكون حامل، تمام؟ او 90% يعني ايش البروبابيلتي؟ السؤال انه هذا يكون عنده الطفره، لكن عندك فرضيه كمان انه 90% يكون بنترانس. هذا الموضوع. خلينا نطلع على الدياجرام ونشوف كيف. طلع عندك البروبابيلتي. البروبابيلتي هنا انه انا في عندي كارير اور نوت كارير، اوكي، عندي تقريبا اللي هو طلع على الفادر، قول فرضية نص ونص. كونديشنال ان افكتد، كونديشنال ان افكتد. ايش يعني كونديشنال ان افكتد؟ كونديشنال ان افكتد لهذا الطفل، تمام، اوكي، لهذا الطفل طبعا هو جاي من هذه العائلة، انه يكون conditional unaffected، لكن ماله عنده الوالد كارير، ولكن ايش في الكونديشنال؟ بقول لي عندي 90% ايش؟ عندي بين ترانس. عندي 90% ايش؟ عندي بين ترانس. طيب 90% عندي بين ترانس، والكونديشنال هو عبارة عن unaffected، وما دام انت بتحكي 90% وهو normal unaffected، معناته انا بدي اقول افترض عندي انه هو carrier، تمام، انه واحد، تمام، لكن conditional، اوكي، unaffected، لكن على الرغم من هيك حطت لي 9/10 بين ترانس، تمام، معناته انا بقدر اقول انه القيمة بتطلع عندي 1/10. 90% يعني 9/10 او 9/10 اللي هو ايش؟ بين ترانس. 9/10 يعني يوجد عنده ايش؟ الارضية بانه يكون ايش؟
باين عليه الكاركتر، تمام؟ لانه هنا عندي انا كونديشن اعطاني اياه. في حاله ما بيكون كونديشنال ان افكتد والوالد مان كارير او نورمال 100% كارير، تمام، 100% بيكون يعني سليم. الجوينت نص ضرب 10، 1 على 10 بيساوي 1 على 20 كقيمه، وهنا نص ضرب 1 بيساوي نص. الان هنا ايش بيقول لي؟ اعمل عمليه حسابيه، تمام، زي ما احنا عارفين اللي هو عباره عن 1 على 20 على اللي هو 1 على 20 بلس 1 على نص، قصدي نص، وبيطلع عندي ايش؟ 1 على 11. ايش معنات الكلام هذا؟ معنات الكلام هذا بقول لي انا على الرغم بانه هذا الطفل عنده حامل انه عنده 90% بنت ترانس، تمام، اوكي، الا انه بضل عندنا في وضعه ما دام معطيني unaffected، تمام، احتمال 9%، اوكي، احتمال عندنا 9% يكون عبارة عن ايش؟ ما يكونش عنده ظهور للأعراض، تمام، لأنه احنا بنحكي هنا على عملية exception، تمام، عملية ايش؟ عملية exception. إذا القيمة هنا بتقول لي أن عملية معكوسة، إنه على الرغم من أنه هذا الطفل حامل للطفرة، تمام، إلا أن هناك حامل للطفرة بمعنى أنه عنده 90 بنترانس، تنساش، تمام، إلا أنه احتمالية 9% إيش؟ عدم ظهور الأعراض عليه. اوكي، مش عارف يمكن تكون واضحة. هنا العملية عملية عكسية في هذا الأمر، بأنه احتمالية تقريبا 9% أنه لا تظهر عليه الأعراض، لأنه هنا وضع صار عندنا استثنائي. احنا بنحكي أنه كارير، صحيح الأبو كارير عندي، تمام، لكن ايش اللي قيدنا احنا؟ انه في عنا الفادر، اوكي، زي ما ذكرنا حامل للمرض، لكن الطفل عندي 90% بنترانس، يعني حشرني بانه في عنده 90% احتمالية ايش؟ بين عليه الاعراض، تمام؟ لكن بعد الحسبة وجدنا انه على الرغم انه ابوه كارير، اوكي، وهو عنده بنترانس، تمام، احتمالية 9% انه يكون هناك عدم ظهور اعراض على هذا البيبي. اذا نعيد هنا، ايش معنى 9% في ظل هذا المعطيات الموجودة عندي؟ 9% معناته انه على الرغم انه هذا من حمل هذا الطفل للطفرة، الا ان هناك احتمالية 9% عدم ظهور للأعراض. 91%، تمام، بقول لي هنا معناته انه على الرغم من عدم حمل هذا الطفل للطفرة، اوكي، الا انه احتمالية 91% ما يظهرش عليه اعراض لهذه الطفرة اللي احنا قلنا عنها عبارة عن اوتوسومال دومينانت، يعني في عندنا 91% احتمال ما يظهرش عليه ايش؟ يعني مش 100%، في عندنا احتمال 91% ما يظهرش عليه ايش؟ اللي هو اعراض المرض بشكل او باخر، 91% ما يظهرش عليه ايش؟ اعراض المرض، على الرغم من ايش؟ عدم وجود، يعني معناته في عندي كمان ايش؟ جاب اللي هي تقع 9% احتمالية أخرى، تمام، إنه يظهر عليه إيش؟ أعراض المرض، على الرغم
ايش؟ من عدم حمل الطفرة. هذا عبارة عن calculation، تقدير ليس إلا. نشوف مثال آخر بموضوع الكونديشنال، يعني بكونديشنال زي موضوع تحدثنا عنه الآن في موضوع البين ترانس. بقول لي هنا في مرض اسمه هانتينغتون ديزيز، تمام؟ هذا هانتينغتون ديزيز ايج اوف اونست افكت، يعني طبيعة الايج. ايش السؤال بحكي لي؟ بقول لي هذا عنا قديش نسبة اللي هو الافكتد الايج هنا معطيني اياه 30 80 انوي. سؤال في هذه البديجري زي ما احنا شايفين عبارة عن برضو اوتوسومال دومينان. عندي هنا بيبي اوريدي مصاب، هنا بصير التزاوج، عندي الدوتر هنا. What is the probability that this daughter she has inherited Huntington mutation؟ بقول لي قديش احتمالية انه هذه الست، تمام، انه تحمل لي المرض الهانتينغتون ولكن she is unaffected at 30. قديش بقول لي احتمالية انه هذه الست تحمل المرض ولكن عند سن 30 unaffected. على كل، لو تطلعنا احنا على الكير كconditional بنقول والله عند سن 30 هو هذا عامل لي تقريبا عمل عملية اكس اكسس واي اكسس، تمام، فحطيت لي تقديرا 25% تكون ايش؟ unaffected، يعني حطيت لي احتمالية اللي هو ايش؟ to be affected على ال 30 هو من خلال عملية تقييم. خلينا نشوف الصورة كيف. الصورة هنا في الموضوع بيجي بيقول لي هنا probability to be as a carrier non-carrier half half، تمام، to be as a carrier half and all. carrier non-carrier half half. الآن هذا عبارة عن conditional ممكن انت ماخده من اللي هو بنحط فرضية على الرغم انه قدامنا فيه اللي هي فادر مصاب. عندي conditional في التعامل مع الفرضية no symptoms at age 30. no symptoms at age 30. اذا طلعنا احنا على الفيجر الكيرف اللي تو شفناها تو بقول لي انا at age 30 حطت لي 25% affected، يعني وكأنه في عنا symptoms. لكن بقول لي على الرغم من كارير انه على ايش تيرتي 75% بتطلع القيمة، لانه احنا في هناك الفيجار وكأنه بقول لي هناك عبارة عن 25% اللي هي عبارة عن ربع، تمام، to be affected conditional no symptoms، تمام، conditional ثلاث ارباع أو 75% اللي هو عبارة عن واحد ناقص ربع يساوي ثلاث أرباع. conditional no symptoms at age 30 طبعا no symptoms الأمور أوكي no problem لأنه non carrier الفادر الانسيستر مثلا. طيب الجوينت 3 على 4 multiply نص بطلع 3 على 8 نص ضرب 1 هنا بطلع نص. ايش هنا بقول لي البوزيتيريار اللي هي هذه القيمة 43 من خلال هذه القيمة. اذا نوع عندنا هنا قديش في عندنا 57. ايش معنات الكلام هذا 43؟ بقول لي هنا the probability that she is a carrier، ها the probability مين الست هذه to be as a carrier، the probability that she is a carrier given that she is unaffected at age 30، يعني اللي probability انه هي تكون حامل للمرض وعند خمسة سن 30 25% ما تكونش حامل المرض، تكون هذا نسبة 43%. واضح؟ اذا 43% احتمالية انه تكون الست هذه وضحها هذا
تمام مالها انها تكون كارير، ولكن بشرط انها كانت عند سن 30 unaffected او عفوا تكون affected 25%. اوكي، يعني مثال اخر في موضوع الاوتوسومال دوميننت له سيرتين كونديشن. نعيد نقرا الجمله ثاني. ذا probability that she is carrier، انه هذا الست تو بي از ا كارير، ولكن عند unaffected عند 30، بغض النظر احنا عرفنا قديش ال unaffected تاعتها تقديرا. اوكي، تقريبا 43% تكون الست هذه عباره عن ايش؟ از ا كارير، في معطى اللي هو تكون unaffected على 3 سن 30. ان شاء الله تكون الصورة وضحت. هي عبارة عن عملية حسابية تقاربية من خلال conditions، تمام، ومن خلال طبعا سواء كان افراد محيطين زي ما ذكرنا بنطلع عليهم في موضوع الاكس linked disease recessive اللي حكينا في المثالين، مثال الهيموفيليا والمثال الاخر، وكذلك مثال الاوتوسومال دوميننت في موضوع اللي هو البين ترانس، وكذلك موضوع الكونديشنال نو سيمتومز ات ايج 30. ان شاء الله تكون الامور واضحه، بالتوفيق ان شاء الله. شكرا كثير، السلام عليكم ورحمه الله.